مين فينا مش بيحب يتفرج على أوبرات الليلة الكبيرة؟ مين فينا جملة الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة؟ يا على الذكريات يعني والعرايس المارينات اللي دايما بتبقى موجودة دايما بتعدي كده في دماغنا، وكنا كلنا بنتمنى ان يكون عندنا عرايس زي اللي بنشوفها وان احنا نعرف نتحكم فيها نفس التمكن العالي اللي كنا بنشوفه. كان دايما عندنا تساؤل واحنا اطفال، مش عارفه انت كنت طفل قبل كده ولا لا؟ لا حصل جالي نفس التساؤل من غير ما تقولي ايه هو التساؤل، بس اكيد جالي، مريت بالمرحله دي. مريت مرحله التساؤل. ازاي اصلا بيتحكم، ازاي بيتحكم في فيها؟ بالظبط. انا بعمل كده بالمناسبه طبعا، بس يعني على قدي في البيت، يعني ممكن اجيب عروسه مش كده، مش بالشكل ده، بمسكها من ورا كده واقعد احرك ايديا يعني. لكن دلوقتي خلينا ناخدكم كده في زياره داخل ورشه تصنيع وتجهيز العرايس، ونعرف ابطال العرايس وكمان المشاركات الدوليه وسر احتفاظ كده عرض الليله الكبيره بقيمته التاريخيه لحد النهارده. الليله الكبيره ايقونه مصر على القاهره العرايس وايقونه مصر كلها، هو رمز تراثي للثقافه المصريه، وهو من التراث الغير مادي. الاوبريت بيسجل مجموعه من اللوحات بتحمل المظاهر الشعبيه لاحتفاليه المولد في مطلقها وعمومها، ودي احتفاليه موجوده عبر مئات السنين موجوده في مصر. ودي هذا التوثيق وهذه اللوحات هي مثلت السحر في بقائها حية على مدار هذه الأعوام. يعني احنا دلوقتي في العقد السابع تقريبا ليها، انما هي مستمرة لان هي بنت وجدان الشارع المصري. من بين احتياج الانسان المصري ومعايشته بتمثل الرموز الثقافية المصرية من وسط وقلب الشارع المصري الحقيقي. لما نيجي نبص على الليلة الكبيرة وهذا التحليل ده الواحد وصله على كبر، يعني وانا طفل لما كنت بتفرج انا متربي على الليلة الكبيرة، لكن كنت بتناولها وانا طفل بشكل مختلف. لكن لما كبرنا ودخلنا في التخصص اكتشفت ان دي عبارة عن لوحات تشكيلية صوتية لفظية حركية. انا والزملاء هنا ومن قبل مني الزملاء لان هم كانوا سابقيني في تواجدهم هنا ورعايتهم للعرض، دايما شغالين بكل لحظة، مهتمين جدا بعملية الترميم والإعداد وتدريب أجيال ونقل خبرات من جيل لجيل. إحنا بيتجاور معانا في الفرقة اللي بتقوم بعملية التحريك لهذه العرايس بيبقى عندنا ثلاث أجيال موجودة على خشبة المسرح، يعني عندي من أول فنان قدير لحد فنان أول، ثلاث أجيال بتسلم لبعضها. كمان بننقل الخبرة لبعض خبرة متكاملة، إذا كان الشغل على التسريل الإنشائي والشريو وتحرك المشاهد، أو إذا كان بنشتغل على طريقة العرض بالشريو الأرضي، أو بنشتغل على طريقة العرض الثابتة، ودي في العروض الخارجية اللي المكان ما يسمحش إن احنا نحط الإنشائي بتاعنا فيها. لما تم اختيار حالة التعبير اللي هيعبروا عنها وهي المولد، اختاروا حاجة شديدة المصرية وشديدة الشعبية، فعشان كده مست القلوب وهتفضل عايشة كمان وكمان. الجزء الثاني من السر وهو ان اللي قام عليها مجموعه من قامات الابداع الفني في شتى المجالات، اذا كان في الكلمه الاستاذ صلاح جهين، اذا كان في الموسيقى الاستاذ سيد مكاوي، اذا كان في الفنون التشكيليه والصوره البصريه الاستاذ ناجي شاكر في العرائس، والاستاذ مصطفى كامل في الديكور. توج ده كله الرؤيه الاخراجيه العظيمه اللي قدمها استاذنا صلاح السقا. لما يبقى عندك مجموعه العوامل دي بمجموعه الفنانين دي بهذا الاخلاص، وما نساش إن الدولة عضدت ووقفت وقفة شديدة جدا في ظهر هؤلاء الفنانين لانتشار هذا النوع من الفنون وظهوره إلى النور بل وتألقه ونجاحه. الحقيقة إن إحنا بنحاول نحافظ على التراث بتاعنا، وبنحاول نقدم كل جديد للأطفال على مدار التاريخ. يعني التاريخ المعاصر بتاعنا بدأنا من عرايس بأحجام معينة، ودلوقتي إحنا بننتهي بعرايس بأحجام معينة. كل برنامج أو كل رواية بنعملها بنحاول نقدم فيها اللي يواكب العصر. أول حاجة في البداية خالص بيكون فيه تصميم. التصميم دوت بيكون بمقاسات معينة، والمقاسات ديت بيصاحبها رسم بيليه نحت،
النحت دوت لازم يتواكب مع جسم العروسة. شايفين التركيب بتاع العروسة ده؟ ماشي؟ قبل ما تلبس، ماشي؟ بعد ما لبست بقت كذا، بقت كده. قبل النحت دي كانت عبارة عن كورة خشب، كورة خشب. بعد النحت بقت بالشكل ده، بقت بالمنظر ده. وبعدين ركب لها الباروكة دي، وكده بقت عروسة. بعدين بيجي يشدها بالخيط علشان الخيط دوت يتحكم في الايدين وفي الرجلين بالطريقة دي. كل عروسة بقى ليها حجمها وليها وقتها. يعني في عروسة 3 ايام، في عروسة 4 ايام، في عروسة يومين، حسب الشغل اللي فيها. يعني النحت اللي فيها بيختلف عن النحت دي، والنحت دي عن النحت دي، وحجم العروسة نفسه، وشغل الازياء وشغل الميكانيزم نفسه اللي فيها، حسب توظيفها في الوقت. ممكن العروسة تيجي ثابتة ما بقاش فيها شغل كتير، ما فيهاش حركة. العروسة اللي فيها حركة كتير بتقوم وبتقعد وبتمشي، هي دي بقى في شغل كتير وفيها تفاصيل كتير. عرفتي بقى العرايس بتتحرك ازاي؟ اعتقد التقرير ده معمول عشانك، اجابه على كل تساؤلاتي، على كل التساؤلات وكل الافكار اللي جت في دماغك. الفكره كمان انه انا كنت متخيل انه كل العرايس بتتصنع بنفس الشكل اللي العروسه العاديه بتاعتنا دي مثلا، والخيط من فوق وحد يتحكم فيها. لا ده الموضوع طلع يعني حرفه. طبعا لازم طبعًا. لازم حرفه، ولازم يكون ليه طريقه معينه عشان طريقه حتى التحكم في الخيط وطريقه الحركه نفسها بتاعت العروسه. صحيح. فكره كمان انه بيبقى يعني زي ما كنا بنتابع في التقرير، فكره تغيير الصوت يا شاذلي، والتمثيل حتى بطبقه الصوت، وفكره انت ازاي تحكي قصه لاطفال بعرايس مارينات لحد دلوقتي عشان تقدر تشد اطفال حواليهم كل هذا التقدم وكل التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي، ده تحدي كبير قوي. صحيح. محتاج فعلا ان احنا يعني ناخد بالنا اكتر من المهنه دي، وناخد بالنا اكتر من الفن ده، لانه دي هويه مصريه ليها علاقه بثقافتنا احنا. صحيح. وفي تطور في الصناعه، يعني احنا طبعا شفنا كمان ان هي من اول اوبريت الليله الكبيره. وبالمناسبه احنا كنا لسه من كام يوم كده بنحيي مع حضراتكم ذكرى وفاه المخرج المسرحي الكبير صلاح السقا صاحب هذا العرض يعني، وكنا بنتكلم عن قد ايه طبعا العرض الليله الكبيره كان من الحاجات المهمه جدا عبر التاريخ، ومش بس في مصر، ده في الوطن العربي كله. فجميل ان يكون في تطور في هذه الصناعه، لانه زي ما احنا عارفين ان في تطور في الحياه كلها بشكل عام، فلا بد من مواكبه هذا التطور باستخدام بقى زي ما شفنا كده العرايس، الاشكال المناسبه للجيل الحالي، الموسيقى طبعا. كل هذه التفاصيل. يبقى عندنا جيل جديد كمان من الفنانين والمبدعين يقدروا يطوروا في محتوى حتى هذا الفن، لانه مهم جدا احنا نعيد عرض طول الوقت اوبرات زي الليله الكبيره، او طرف الهوى شاشي زي ما كنا بنسمع الموسيقى بتاعتها. وانت ما تدرش يعني. مثلا طيب. فده مهم، بس مهم كمان ان هيكون عندنا كمان اعمال فنيه جديده تقدر توصل للاطفال يا شاذلي. بكل تاكيد.